متل كل حكاية إلى بداية، وحكايتنا ابتدت من 60 سنة بعالم الصحة، خدمة والتزام. كنا نوصل 50 طلبية بالنهار، واليوم 4000. بأقل من 100 ابتدينا، واليوم نحن أكثر من 600. قررنا نفعل الاستثمار ونطور للحفاظ على جودة الخدمات والمنتج. ميرساكو شركتنا شركة الكل. إذا كانت ناجحة فلأنه كل واحد فينا حريص على أداء دوره ووظيفته على أحسن ما يرام. اكتسبنا احترام الصيدليات، المؤسسات الطبية والإدارات المحلية الرسمية والخاصة، وأيضا الشركات العالمية يلي اعتبرتنا موضع ثقة. ميرساكو إلى الأمام، دائما إلى الامام، وأمام بال2019 تحقيق انجازات جديدة وخلق خدمات نوعية. اوتوميشن او المكننة، لتكون ميرساكو الشركة الرائدة بالشرق الاوسط بتحضير الطلبيات. ماركت اكسس، يلي بتعطي للمريض الحل الاسرع للوصول الى الدواء. ميديكال بروموشن، يلي متخصص بالدعاية الطبية، أي مسؤول عن إيصال المعلومات العلمية وترويج خصائص الأدوية لكافة الطاقم الطبي. الاستثمار بمشاريع بتساعد على تحسين إنتاجية الموظفين وتحسين أدائهم واستحداث وظائف جديدة. الشراكة مع المصارف لتسهيل الإجراءات والمعاملات والتحويلات المالية بهدف تأمين أفضل خدمة للصيدلي. ميرساكو، الجدية والتجديد، هوية في الصدق والاحترام، والالتزام بالصحة أولاً ودائماً.